أيها الأخوة الكرام، لا تزال سيرة النبي عليه الصلاة والسلام نبعاً ثرياً لمن أراد الهجرة، ونهراً واكداً لمن أراد الحكمة. وأيما مسلم أراد أن يحصل خيراً يتوسل به طمع الله عز وجل ونيل رضوانه، لا تكتحل عينه بقرانة سيرة النبي عليه الصلاة والسلام إلا ويفوته خير كثير. فسيرة النبي عليه الصلاة والسلام هي ترجمة عملية لمعاني الاعتقاد التي أتى بها النبي عليه الصلاة والسلام. وسيرة النبي عليه الصلاة والسلام وسيلة من وسائل تثبيت المرء على دين الله عز وجل، وسبيل من السبل التي تجعل المرء مستمسكا بطريق الله. وإذا أردنا أن نأخذ شيئا من الفوائد التي قد يمكن أن نخرج بها، فلنأخذ مثل هذه الفوائد. نرى أن النبي عليه الصلاة والسلام في عهد الدعوة في مكة كان حريصا على أمرين، وعندما انتقل إلى المدينة كان حريصا على أمرين. كان حريصا في مكة على تربية الرجال وحمل الدعوة، وكان حريصا في مكة في المدينة على نشر الدعوة وتمكين الدولة. إذا هذه أربعة أمور كان النبي عليه الصلاة والسلام حريصا عليها. الأمر الأول فيما يتعلق بوقفه في مكة صلى الله عليه وسلم، وقد مكث في مكة 13 سنة، 13 سنة. في هذه السنوات 13 اجتهد النبي عليه الصلاة والسلام في أمرين: الأمر الأول تربية الرجال بعد إيجادهم، والأمر الثاني كان في حمل الدعوة، حمل الدعوة. وعندما انتقل بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة مهاجرا فارا بدينه، مكث في المدينة عشر سنوات. قام النبي عليه الصلاة والسلام في نشر الدعوة والتمكين للدولة. بيان ذلك بيانا بسيطا: مكث النبي عليه الصلاة والسلام في مكة وسط أناس يعبدون الأوثان، يتوجهون إلى الأصنام بالحب والخوف والطلب والرجاء والدعاء، يتخذون هذه الأصنام معبودات لهم من دون الله، وأحيانا وسائل تقربه إلى الله. بعث النبي عليه الصلاة والسلام في مجتمع أمي لا يعرف الفضيلة، فيه شرب الخمر والزنا والخنا ووقت البنات واعتداء الظالم على الضعيف والحكم القبلي وإصرار الخير. نعم كانت هناك رقايا من الخير، لكن كان المجتمع مجتمعا فاسدا. وحسب ما أخرجه الإمام مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن الله نظر إلى أهل الأرض فمعتهم، عرضهم وعدمهم، معتهم.
كيف يكون البر؟ البر جدا غرام. فالله تعالى لا يقوم على القوم الا اذا وجدوا ذله وتجاوزوا دينهم. اذا اهل الارض كانوا مقيمين على الكفر، كانوا في جاهليه وشر كما ثبت في حديث حذيفه: يا رسول الله انا كنا في جاهليه وشر فاتانا الله تعالى بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير من شر؟ كنا في جاهليه وشر، جاهليه وشر. ولذلك النبي عليه الصلاه والسلام عندما عير ابا ذر، عندما عير ابو ذر رجلا من الصحابه، قال له النبي عليه الصلاه والسلام: انك امرؤ فيك جاهليه، فيك جاهليه، فيك خصله من خصال الجاهليه. اذا بعث النبي عليه الصلاه والسلام في مجتمع يغط في جاهليه جهلاء، وهي سوء اخلاق، ظلم، اعتداء، زنا، فجور، شرب خمر، تتبع، قبليه، عصبيه، محاربه لله ولدين الله. حتى ان الاحلاف الذين كانوا يدعون الى مله ابراهيم كان اهل مكه يضرب لهم، كان اهل مكه يضرب لهم. برد هذا القدس من النور في وسط هذه الظلمه الدنساء. سبحان الله، له ان تعيشوا هذا الموقف لكي تعرفوا ما الذي بدله حبيبكم صلى الله عليه وسلم. اهل الارض جميعا كانوا في ضلال، كانوا في جاهليه، كانوا في كفر، ابتعاد عن الله وعن كتاب الله. فاتاهم الله تعالى بهذا النور: يا ايها الناس قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. العطف يقتضي المغايره، فدل ذلك على ان النور ليس هو الكتاب، فالكتاب المبين هو كلام رب العالمين، والنور هو النبي عليه الصلاه والسلام. وكونه نورا ليس لانه مخلوق من نور كما يفهم بعض المبتدعه، ولكن هو نور لانه قران وكلام وبيان للناس وبيان لما جاء به من القران. هو نور صلى الله عليه وسلم لانه اخرج الناس من ظلمات الكفر والشقاق والخلاف الى نور الحق والتوحيد والسنه صلى الله عليه وسلم. بعث النبي عليه الصلاه والسلام كالنبته الطيبه المباركه في وسط هذه الصحراء القاحله. ماذا صنع النبي عليه الصلاه والسلام؟ قام بامرين، قام بامرين. الامر الاول تغذيه الرجال بعد ايجابهم، الامر الثاني حمل الدعوه في وسط هذه البيئة المظلمة. إذا لابد من البحث عن الرجال، لابد من البحث عن أهل الخير، لابد من البحث عن أهل القلوب الطيبة الذي ترغب في الخير وتحب الخير ولا ترغب إلى الشر أبدا. ولذلك كان حرص النبي عليه الصلاة والسلام على التقاء الرجال الطيبين، على التقاء الأفراد الصالحين، على التقاء الأرض الطيبة التي تنبت الخير. ففتح صديقه أبا بكر رضي الله تعالى عنه: يا أبا بكر، إن الله تعالى قد اصطفاني في وسط الخلق بكلام لا يغسله ماء السماء، بكلام لا يستطيع البشر ولا الجن ان ياتوا بمثله. فيقبل النبي عليه الصلاه والسلام ابا بكر شيئا من القران ويدعوه الى الاسلام، فيقبل ابو بكر
فيقول أبو بكر أول من أسلم للنبي عليه الصلاة والسلام من الرجال، من الرجال. وانظر إلى هذا التنوع العجيب في الاصطفاء والاختيار. من الرجال يعلم الأمر على زوجته. الزوجة لا ينبغي أن تعيش في معزل عن زوجها، لا، بل لابد أن تكون حاملة القضية مع زوجها، مستشعرة المسؤولية مع زوجها، وإلا فإن هذا الأمر يعد أمرا صعبا جدا، أن يكون الرجل في ول وزوجته في ول آخر. مأساة، مأساة، بلوى شديد جدا. ولكن تتصور هذه المأساة التي عاشها نوح ولوط عليهما السلام، عندما كان يحملان من الله وزوجة كل منهما تحارب من الله. سبحان الله، قال تعالى: فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. تخبر الزوجة الطيبة الطاهرة الصابرة الخيرة المحتسبة على الله ورسوله، تصبر زوجها وتثبته وتؤمنه وتربط على قلبه وتزيده ثباتا وطمأنينة، فلله غيرها من زوجة صالحة. ثم بعد ذلك يعرض الأمر على ابن عمه علي، وكان ذلك دون العاشرة. انظر الدعوة فعلا يمكن أن تبدأ رجال ونساء ورجال. الأمر لم ينتهي بذلك، بل إن الأمر تجاوز ذلك إلى سلمان الفارسي، إلى بلال الحبشي، إلى صهيب الرومي. ما دلالة بذلك؟ إن هذه الدعوة المباركة، إن هذه الدعوة المباركة شملت جميع الأصناف، الأحرار، أبو بكر، عبيد، زليرة وعمار وبلال، شملت العرب الأحلاح أبو بكر عمر عثمان، كما شملت أيضا غير العرب من الروم صهيب الفرس سلمان الحبش بلال، شملت كل الأصناف للدلالة على أن هذه الدعوة دعوة عالمية للخلق جميعا، وما أرسلناك إلا كافة للناس صلى الله عليه وسلم. إذا النبي عليه الصلاة والسلام نظر إلى الرجال فاختار أصبح الرجال، وانتقم من أهل مكة أصحاب القلوب الطيبة، أصحاب الأخلاق الرفيعة، من الرجال والنساء والموالي والعبيد، بل والفتيان، ودخلوا في دين الله عز وجل. طيب، إذا أوجد النبي عليه الصلاة والسلام الرجال، كيف رباه؟ رباه بالقرآن، كان يسمعه القرآن. سبحان الله، كان عندما يسمعون القرآن يكون حالهم كحال الأرض الظامئة إذا نزل عليها القطر من السماء، اهتزت ورمت وأنبتت من كل زوج بهيج بأمر الله عز وجل. وهكذا صاحب القلب يسمع القرآن فينتفع به وينفعل به بالقرآن، رباه بالقرآن. قال تعالى: فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. رباه النبي عليه الصلاة والسلام باللقاءات والمتابعة ومعرفة الأحوال والتقصص عن الأمثال والبحث عليهم والمعايشة. ولذلك اتخذ النبي عليه الصلاة والسلام دار الأرقم، وكان شابا دون العشرين من عمره. الأرقم المحزوبي كان دون العشرين من عمره، جعل داره بيتا منتدى للنبي عليه الصلاه والسلام وللصحابه الكرام. يجالسه النبي عليه الصلاه والسلام، يخبرونه باحوالهم، ويستشيرونه في اعمالهم،
ويدرك له بما ادى اليه الامر من الدعوه واحوال المؤمنين والمنافقين واحوال المؤمنين والكافرين. والنبي عليه الصلاه والسلام يوجه ويشير وينصح ويأمر. فتنتهي قارة السوء وينقطع لسان الباطل، لأن الناس إذا تدافعوا فيما بينهم وتلاقوا فيما بينهم فإنهم يصلون ألسنة السوء التي قد تكون حدادا فيما بينهم. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: من بدا جفا، من بدا جفا. فكلما ابتعدت بدنا، كلما ابتعدت قلبا، وكلما اضطربت بدنا وشاورت وحدثت واستعنت، كلما كنت مسددا معاينا باذن الله عز وجل. اذا الحوار واللقاء والمجالسه وتفقد الاحوال بابي وامي صلى الله عليه وسلم. امر ثالث من سبل التربيه حسن الخلق. حسن الخلق هذه مساله مهمه جدا في الدعوه. حسن الخلق، انا نستطيع ان نصل الى الناس بالاموال والمناصب بقدر ما سنصل الى الناس ونلج الى سويداء قلوبهم بحسن الخلق. ولذلك أوصى النبي عليه الصلاة والسلام الصحابة الكرام بالصبر والعزم وكف الأذى، بالصبر والعزم وكف الأذى. ما قدرة الصحابة على رد الأذى؟ قدرة الصحابة كانوا قادرين على رد الأذى. مضى عليه الذي نعقل عليه مربه وأثبات، والصحابة خير كثير وكثير. ألم يقدروا على ذلك الألم؟ ألا يقدر كل واحد منهم أن يحمل سيفا؟ فمن اقترب منه قتله كم يقدرون على ذلك؟ لكن لنا أن نتصور أن كل صحابي قتل من أراد أن يبيع. ما الذي سيحدث؟ سيهدف الناس على الصحابة ليقتلونهم ويقضي الدين، ويقولون هذه فئة متعطشة للدماء ودمرتها والقوام على فتنتها وتنتهي الدعوة من أول يومها. ولكنه صبر، صبر على الأذى، كف الأذى، العفو عما أذاك. هذه صفات تعلق بها الصحابة، ولك أن تعلم مقدار الصعوبة بالتخلق بهذه الأخلاق. يمكن لي أن أتصل بشيء من الاستدلال، لكن العربي الذي تربى في البيداء يركب فرسه ويحمل سيفه، هذا العربي الذي تحمر أنفه لكلمة واحدة، هذا العربي الذي ربما يقتل أناسيا كثيرا بذلك تصرف بسيط، قامت حروب شديدة بين العرب لهذه الأشياء يسيرة. حرب عظيمة قامت بين قبيلتين وقتل فيها عشرات الآلاف. من أجل ماذا؟ من أجل أن فرسا سبق فرسا. داعش ولا ضرر؟ فرس سبق فرس. إيه اللي حصل؟ قامت حروب طاحنة بين عشر وذبيان حتى بدأت تقضي على هاتين القبيلتين. فإذا علمت أن العربي غضوب، غضوب لا يصبر للذل ولا يرضى الطيب ولا يحب أن يبغي أحد، هذا العربي يطلب منه أن يصبر على الأب وأن يتحمل الأب وأن يعفو عن الأب. سبحان الله، تربية عظيمة جدا. ونجح الصحابة في هذا الاختبار. أذبوا ونيل منهم فصبروا وصبروا وامتثلوا أخلاق الإسلام كما أمر الله وأمر النبي صلى الله عليه وسلم. سبيل ثالث، سبيل أخرى،
تدبير قيام الليل كان القيام مفروضا على الصحابة لمدة سنتين تقل قليلا. كان قيام الليل فريضة. أرأيت الناس في رمضان عندما كانوا يقومون للهجر كثير منهم فرح بالعيد، ليس فرحه بالعيد لأن ذلك العيد عيد يعود عليه بالخير بقدر أنه قد انتهى من التهجر والتعب والسفر وإلى غير ذلك أبدا. الصحابة كانوا يقيمون الليل ويراوحون بين أقدامهم صافين هذه الأقدام لله عز وجل، يجتهدون في الصلاة في الدعاء في التبتل في الإنابة. فالصحابة رداهم النبي عليه الصلاة والسلام في مكة. إذا أول ما فعل النبي عليه الصلاة والسلام أن أوجب رجال وربعهم، ثانيا حمل الدين حمل الدعوة، عندما رباه وأرجاه جعل كل واحد منهم مسؤولا عن دين الله. إذا المسؤولية عن الدين، المسؤولية عن الدعوة، ليست مسؤولية طريقة من الناس ولكنها مسؤولية المسلمين جميعا. قال الله عز وجل: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. ولتكن منكم أمة، قال بعض أهل العلم وهذا قول صريح مبتدع، أي وتكون أمة. ولتكن منكم أمة أن من هنا لبيان الجنس والتقدير ولتكون أمة، والمعنى ولتكون أمة تدعو إلى الخير وتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر. إذا المطلوب لكل إنسان مسلم تشرف بامتنانه لأمة الإسلام أن يكون حاذرا إلى الله عز وجل. وبالفعل كان الصحابة في مكة كل واحد منهم حاذرا إلى الله، حاذرا دين الله. ولعلك تجد هذا الأثر الجميل في حمل الدين عند أوشيع مقتل النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة أحد. أنس بن الرمح والحديث الصحيح وفي غيره مر على قوم يجلسون، قال لم تجلسون؟ قال لقد مات النبي عليه الصلاة والسلام. قال فقوموا فقاتلوا حتى تموتوا على ما مات عليه نبيكم صلى الله عليه وسلم. حمل الدين. إذا هذان أمران مهمان جدا فعلهما النبي عليه الصلاة والسلام في مكة. ولك أن تنظر إلى هذا الحوار الذي حصل بين جعفر ابن أبي طالب وبين النجاشي، وكان جعفر أيضا ذو 20 عمر. هذا الحوار لم يكن له حوار قريبا في كيده ويحفظها أثناء طريق ليحاول أن يعمل شيء. هذا الحوار لم يدرسه في مدرسة فلسفية ولم يدخله في أكاديمية متخصصة، ولكن هذا الحوار ينبئ عن رجل يتحمل مسؤولية الدين. سبحان الله. وانتهى هذا الحوار ببكاء النجاشي حتى ضلت لحيته وقال له: أنتم شيوخ في أرض، أي أنتم آمنون في أرض. إذا هذان أمران حققهما النبي عليه الصلاة والسلام في مكة، الرجال وتربيتهم، والأمر الثاني حمل الدين، أن صار كل واحد منهم مسؤول عن هذا الدين. هذا في مكة. كم مسلما هاجر إلى المدينة؟ نظر قليل. ذكر ابن حزم انهم يزيدون على المئة بقليل ما بين عربي وفارسي ورومي وذكر وانثى، كل الفئات هاجرت الى المدينه. مجموع الذين اسلموا للنبي صلى الله عليه وسلم بعد
فمات 10 سنة من البدو والجنت نخر يزيد على البيع، نخر يزيد على البيع. سبحان الله، هذا نخر قليل في العيار زمن، ولكنه رجال ربوا تربية قوية صحيحة. ورجل إذا نراه تجد أن قادة الفتوح وأمراء الأنصار وأصحاب الأعمال الحديثة في دولة الإسلام كانوا هم إلى صحابة الأوائل رضي الله تعالى عنهم جميعا. هاجر النبي عليه الصلاة والسلام إلى المدينة بعد أن بدأ آمالا في مكة في إيجاد الرجال وتربيتهم وتحميل المسلمين أمانة بينهم، وكان عليه الصلاة والسلام قدوة في ذلك كله، قدوة في ذلك كله. كان يصل الليل بالنهار دعوة إلى الله وزيارة لأصحابه ونظرة في أمورهم. كان يعرف نفسه عن القبائل، قبل ذلك سرق ليطارف عندما اشتد الإيذاء، ثم عرض نفسه عن القبائل. كل ذلك جهد جليل قام به النبي عليه الصلاة والسلام. انتقل النبي عليه الصلاة والسلام إلى المدينة حيث المنع وحيث الأنصار جزاهم الله خيرا عن الإسلام والمسلمين. أعظم ما فعل النبي عليه الصلاة والسلام أمران: الأمر الأول نشر الدعوة، والأمر الثاني تمكين الدولة، ونشر الدعوة. بدأ النبي عليه الصلاة والسلام المسجد للدلالة على أهمية المسجد في الإسلام. إذا المسجد في الإسلام شيء مهم جدا، ليس المسجد من أجل الصلوات وخطب الجمعة، وكان هذا المسجد به قصة حضور وانصراف، والسبيل من مر في هذا الأكثر أبدا. دور المسجد في الإسلام أعظم من ذلك بكثير. القضايا والحكومات كانت في المسجد، مساعدة الأيتام والفقراء كانت في المسجد، عرض الألوية للجيوش الفاتحة الغازية كانت في المسجد، حلق العلم والتفكير كانت في المسجد. فالمسجد له دور عظيم في حياة المسلمين، والمسلمون لابد أن يكون ارتباطهم بالمسجد ارتباطا وجدانيا لا ارتباطا لحظيا. شباك يدخل المسجد ينظر في الساعة متى ينتهي، متى تخرج أبدا، فيدخل المسجد كأنه يدخل إلى مكان حبيب أثير لا يريد أن يخرج منه، إنه يحب هذا المكان، إنه يحب الله، عامل بالذكر، عامل بالقرآن. هذا المسجد هو أول ما كان النبي عليه الصلاة والسلام. وأيضا ألقى النبي عليه الصلاة والسلام بين المهاجرين والأنصار، بين المهاجرين الذين تركوا ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانه، وبين الأنصار الذين آووا ونصروا فرق بينهم صلى الله عليه وسلم. في أصول عقل التاريخ أن يؤمن بالفعل، مش عقل النساء أن تجد رجالا أمثال هؤلاء. التاريخ لن يكرر مثل هذه النماذج المضيئة، نماذج الصحابة الأنصار الكرام. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: آية الإيمان حب الأنصار، وآية النفاق بغض الأنصار. وماذا أيضا نعرفه بعد قليل وإذ يستغفر الله لي ولكم.
الحمد لله وكفى، والصلاه والسلام على عباده الذين صلى. اللهم صل وسلم وبارك على نبي المجتبى محمد وعلى اله وصحبه واحبابه ومن اهتدى، ثم اما بعد. ايضا قام النبي عليه الصلاه والسلام بجهود لا يمكن لاحد ان يتصورها من اجل الحفاظ على الدوله ونشر دعوه. مكث النبي عليه الصلاه والسلام 10 سنوات في المدينه. لو قمنا باستقصاء الاعمال العسكريه ما بين الغزوات والسرايا والبعوث لوجدنا ان هذه الاعمال تختلف او تزيد عن 60 عملا. 60 عملا عسكريا، اما غزوه واما فتحه واما سريه بعدها النبي عليه الصلاه والسلام. طيب 60 على 10 الى كل سنه هناك 6 عمليات عسكريه. يعني معنى ذلك ان كل 8 اشهر هناك عمل عسكري. ما المقصود من وراء ذلك؟ المقصود القاء الرعب في قلوب الكفار حتى لا يتغير احد على الدوله الاسلاميه. انظر الى هذا المعنى الجميل. الدوله الاسلاميه دوله قويه لابد ان تكون مرغوبه للجانب. ما علمنا ابدا ان جيشا طرق المدينه. ما علمنا ابدا ان جيشا حل بالمدينه او هاجم المدينه. لماذا؟ لان المدينه مرغوبه للجانب. الله تعالى الرعب في قلوب الكفار فلا يجرؤ احد ان يقترب من المدينه. جهاد مستمر. إذا في مكة جهاد مستمر في الدعوة، وفي المدينة جهاد مستمر لإطلاق الهيبات على الدولة، وهذه الهيبة مفضية إلى نشر الدعوة، لأن الناس غالبا لا تقبل دعوة ضعيفة، والناس غالبا لا تقبل دعوة ركيكة قريبة مهزومة نكبة، وإنما يدخل الناس دعوة قوية نفسية مباركة. هذا حال الناس. هذا حال الناس. فكذلك النبي عليه الصلاة والسلام جهود مستمرة. ما يقرب من 60 عمل عسكري، سبحان الله. هذا كله من أجل المحافظة على هيبة الدولة وصيانة هذه الدولة، وأيضا من باب آخر الدعوة إلى الله عز وجل ونشر هذه الدعوة. هذه الجهود أثمرت وأيدعت. ماذا أثمرت؟ أثمرت دخول الناس في دين الله أفواجا. إذا جاء نصر الله والفتح وأيد الناس القلوب في دين الله أفواجا. انظر العلاقتين، النصر والفتح والدخول في دين الله أفواجا. هذا فيه مؤشر إلى أن من أعظم أسباب نشر الدعوة قوة المسلمين. فكلما كان المسلمون أقوياء لهم شوكة ولهم هيبة ولهم صولة ولهم دولة، كلما كان ذلك أدعى إلى قبول دعوتهم وأدعى إلى قبول الناس هذا الدين. إذا جاء نصر الله إلى نصر، والنصر لا يأتي إلا بعد جهد. فالنصر ياتي الى بعد جهد، والفتح لا يكون الا بعد جهاد. فارق بين الجهل والجهاد. الجهل فيه بلاء، فيه بذل مجهود، فيه تعب، فيه تحمل، فيه صبر. اذا هذا بعده نصر. هذا بعده نصر. قال الله عز وجل: ام حسبتم ان تدخلوا الجنه ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مسته البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ الذين نصر الله قريب. قريب من الذين صبروا وصاروا وتركوا وعملوا. اذا هناك نصر.
فهذا يكون بعد الجهاد، يكون بعد الجهاد. فلما كان هناك البذل والتعب وهناك الجهاد وحمل الدين، كلف الله تعالى النبي عليه الصلاة والسلام فقال له: ورأيت يا رسولنا، ورأيت يا رسولنا أقررنا عينك بعد أكثر من 20 سنة، أكثر من 20 سنة يا محمد، وأنت تجاهد وتتعب، أقررنا عينك يا رسولنا برؤية الناس يدخلون دينك أفواجا، فعندما ترى ذلك يا محمد فاذكر ربك وعظم ربك واشكر ربك، فسبح ربك سبحانه وتعالى واستغفر ربك سبحانه وتعالى انه كان توابا. اذا هذا العهد فعله النبي عليه الصلاه والسلام في المدينه، الى الامران العظيمان في مكه والامران العظيمان في المدينه، ما احوجنا الى ان نتدبر سيره النبي عليه الصلاه والسلام لناخذ بها العبره كما هذا العبره، ولتكن هذه العبره دروسا لنا ولتكن مضيئه لنا على الطريق الى الله عز وجل، لعل الله تعالى ان يتقبل منا صالح الاعمال. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وسواتنا في امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم ات انفسنا تقواها، زكها انت خير من زكاها، انت وليها ومولاها. اللهم انا نعوذ بك من النفاق ومن الشقاق ومن تساوي الاخلاق. اللهم انصر عبادك المستضعفين في كل مكان، انصر المسلمين في كل مكان نصرا عزيزا مؤزرا. اللهم عليك بالكافرين اعدائك اعداء الدين فانهم لا يجدون. اللهم خذ قصدا واحصهم عددا واهل مدينتنا ولا تهدر منهم احدا. اللهم اشف مرضانا وارحم مرضانا وتقبل اعمالنا وتجاوز عن سيئاتنا وبارك الى امه اخواننا وفي مشايخنا وابائنا واولادنا ونسائنا واصحاب الحق علينا، وصل اللهم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم.